كنحتفيو باليوم الوطني للإعلام اللي كيوافق 15 نوفمبر من كل سنة. بطبيعة الحال تحت سقف هذا البيت العامر بالأفكار بالخيال بالمرجعيات اللي تنتصر لقيم الحرية والعدالة والديمقراطية، ارتئينا بخلاف سنوات مصارمة أننا نحتفل بصناع التفرد بصيغة أخرى. أولا تكريم رجالات يجوبون صباح مساء المقاهي والدروب والشوارع لمدينة طنجة مع قهوة الصباح طرية، يجوبون الأمكنة من أجل بيع الجرائد. كنشرفونا من هاد غادي وكان بيع الجرائد فهمتي، والله يرحم والديهم فهمتي، كرمونا الله يكرمو. من السبعينات وانت كتشغل هاد الجرائد؟ انا كنبيع الصحف شارع بوبر شارع باستور بجوار مقاهي زكورة وما بين تيسارة مراكش منذ زمان. قبل ملي كان واحد الوقت كان الاب ديالي كان باقي في الوقت ديالي ايام الخمسينات سنة التسعينات والتسعينات هنا حاليا دابا انا باقي في الوقت ديالنا كنا مزيانة كنقومو بالوجه ديالنا عملي ايام يوميا ما كنقول الخدمة انا كنخدم الصباح العشية وتندير وانا تما الحمد لله عمري ما كنوقف بس الصحافة وكنشوفوا الساعات كبرت الحمد لله اللي قمنا بهذا الشرف هذا الله يجزيه بخير ونطلبوا الله الحمد لله يكون الاعلام الصحف دائما يبقى دائما يبقى دائما منشور. صراحة فرحان بهذا التكريم هذا وكنشكر بيت الصحافة على التكريم وكنهني الأسرة الصحفية بهذا اليوم. الحلقة ديال الناس يعني فتحت لنا المجال تعرفنا على الناس بزاف وعلى الناس من مختلف الشرائح من مختلف المهن، يعني ماشي غير على الأساتذة الدكاترة المحامين القضاة، يعني جميع الناس حتى الناس اللي ما يعني اللي ما قاريش وكيبغي هذه يعني كي تعرف يعني تعرفنا على الناس بزاف من مختلف الشرائح. الحمد لله وكنشكر بيت الصحافة على هذا وكنقدم تهاني ديال المرة الثانية أسرة الصحافة كامل. غير في إطار تجربتي في كتابة البورتري الأدبي وبعد ثلاث إصدارات تتعلق بكتابة البورتري، ارتأيت أن أصدر كتابا يتضمن مجموعة من البورتريهات حول الإعلامي المغاربة في مختلف أجناس التعبير الصحفي، الكتابة الصحافة المسموعة، الصحافة المرئية، الصحافة المكتوبة، الصحافة الإلكترونية أيضا. فكتبت مجموعة من البورتريهات حول تقريبا 30 شخصية إعلامية والمرأة حاضرة بقوة في الكتاب، وهذا الكتاب صدر واستغلنا فرصة الاحتفاء باليوم الوطني للإعلام. هو حقيقة اليوم الوطني للإعلام هو يوم يجسد الاحتفاء بالمهنة، يجسد الاحتفاء بالصحفيين الذين يقاتلون يوميا من أجل إيصال الخبر، من أجل تنوير الرأي العام، ويتعرضون لأبشع أنواع الاتهامات من طرف الآخرين ومع ذلك يصرون على تأدية واجبهم. فمن أبسط الأمور أن يكون لهم يومهم في السنة، ولو أنني أتساءل دائما كيف يعقل أن يكون للفرس 6 أيام وللصحفي يوم واحد، يعني مسألة. لكن كيبقى الاحتفاء باليوم الوطني للإعلام هو احتفاء بالمهنة، هو احتفاء بكل الصحفيين. نتمنى أن لا يظل الاحتفاء مجرد احتفاء رمزي، أن تكون هناك جوائز، أن تكون هناك منافسات. وأستغل هذه المناسبة لأوجه تحية من القلب لكل الزملاء في المغرب، وتحية خاصة للطنجاوي.